بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. ما شاء الله دعم قوي، يعطيكم العافية من جميع الدول العربية، كلكم على عيننا وراسنا. اليوم عندنا مهارة وايد حلوة، السباحة تحت الماء. عندي ثلاث أنواع من السباحات تحت الماء. النوع الأول ندفع الحد وإحنا نازلين على تحت ويدنا تكون مضمومة. زين، هاي النوع الأول مع ضربات الرجلين. النوع الثاني نفس الطريقة بس تكون يدنا سيدة. النوع الثالث تحت الماي بس سباحة الصدر البريست، اوكي؟ وما ننسى ضربات الرجلين. هاي الطريقة احنا نسميها الضفدع، الطريقة هاي، اوكي؟ لاحظت شلون الطريقة؟ نسحب الماي عقب الطقة هني، شلون؟ اوكي؟ اليوم معاي الأولاد ما شاء الله عليهم، متحمسين حق المهارة لأن تحت الماي أي مهارة تحت الماي تكون وايد حلوة. فها يا شباب جاهزين ان شاء الله؟ يلا انزل سخن، حرك ريلك، يلا انزل 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 في الماي سخن. يلا نعطيه محماء بسيط مدته 7 دقائق 5 دقائق عشان جسمهم يحمي ويكون جاهزين حق المهاره. يلا تعال. قلنا من قبل الاحماء يقينا من الاصابات، الشد العضلي وايد مفيد قبل التمارين. خذ نفس، نقوص 10 ثواني، يلا انزل 1 2 3 قوص. حلو، بعد قوص. اوكي قوص، يلا. اوكي ممتازين، يلا قعدوا فوق. الآن النوع الأول في السباحة تحت الماء، مسك حد المسبح ومن ثم دفع الحد بكلتا القدمين مع أخذ كمية كبيرة من الهواء ومن ثم تفريغ الهواء داخل الماء ببطء. نراعي ضم اليدين بجانب الجسم وتحريك الرجلين بشكل تبادلي من مفصل الفخذ. نلاحظ الأولاد يحاولون تطبيق المهارة، يحتاجون لتدريب مستمر لإتقان هذه المهارة. الآن النوع الثاني أثناء السباحة تحت الماء، مثل النقاط اللي ذكرناها مساعة باستثناء اليدين تكون الأمام. نلاحظ تحريك الرجلين بشكل تبادلي من مفصل الفخذ. لازم احنا كمدربين نحتاج صبر مع الاولاد الى ان يتقنون المهارة شوي شوي، نراعي الفروقات الفردية اللي تكون بينهم. الآن عندنا النوع الثالث من السباحة تحت الماء، نلاحظ مع بعض كيفية ضربات اليدين وضربات الرجلين مثل طريقة سباحة الصدر البريست. من النقاط المهمة أثناء النزول الأسفل يجب دفع الحد بكلتا القدمين، هاي للتذكير، وأيضا تنظيم النفس، أخذ النفس بكمية كبيرة ومن ثم تفريغ النفس بشكل بطيء ومن ثم الصعود للأعلى إما بضرب الأرض أو بضربات الرجلين. إن شاء الله الجميع استفاد من المقطع. في النهاية طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. يلا مع السلامة.